مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير البريوش بالجبنة. بريوش كتير كتير رائع وبعجينة هشي وكتير طيبة كتير سخنة. هيدا العجينة بهيدا الشكل. بسم الله. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا هون 190 ميلي حليب فاتر، يعني كوب حجم وسط. بحط 3 معالق طعم سكر، حطينا 3 معالق طعام سكر، كمان بحط ملعقة طعام خميرة، ملعقة طعام إلا شوي خميرة. خلطهم مع بعض شي بسيط. هلأ بتركهم لتدفي على الخميرة. بعد ما تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل، هلأ بحط 30 جرام زبدة دايبة، يعني حوالي ملعقة طعام ملانة زبدة دايبة. كمان نص ملعقة صغيرة ملح، وبيضة. وطحين بحط كوب، 2 3. حطينا 3 اكواب طحين. كمان بنعجنهم. بس صارت عندي العجينة بهيدا الشكل، انتهينا من العجن. عجينة لازم تكون شوية طرية بهيدي الطريقة، بتدبق شوي شي بسيط. منشيل العجينة مننا نحطها بالجات. عندي هون حوالي ملعقة صغيرة زيت نباتي، بمسح الجات فيهم. كمان نحط العجينة اللي عجنتها أنا وياكم. بسم الله. انتبهوا إذا العجينة كتير رخوة ممكن تزيدوا نص كوب طحين، ما في أي مشكلة حسب نوعية الطحين. بعد ما حطيناها بالجات هلأ بغطيها. بحطها بمكان دافي ساعة لترتاح العجينة. هيدي العجينة بعد ما ريحناها ساعة، هلأ بدنا نكفي مع بعض. بسم الله. بحط طحين. بقصة بهيدا الشكل.
هنحط بقلبها جبنة، عندي جبنة مازوريلا، ممكن تحطوا أي جبنة متوفرة عندكم، ما في أي مشكلة أبدا. كمان برش سمسم، هلا بسكرها، بضغط عليها بهيدا الشكل عشان الجبنة ما تطلع لبرا. كمان بلفها، بنلفها عرواق عشان ما تلزق بهيدا الشكل. هلا بنحطها بالقالب، كمان بعمل الباقيين نفس الشيء. هولي بعد ما حطيتهم بهيدا الشكل بالقالب، رح نعمل وحده صغيره نحطها بالنص تيجي كتير حلوه. فيكن تعملوا الاشكال اللي انتم بتحبوها. هيدي عشان بدي لفها عملت القطع كتير صغيرة. هلا بحط شوية سمسم، كمان بعملها بهيدا الشكل. بلفها من هون، بضغط على العجين منيح، هلا بعملها بهيدي الطريقة هيك وبحطها بالنص. كمان بغطي القالب وبترك العجينة ترتاح ساعة. حطها بمكان دافي أكيد. هيدا العجينة بعد ما خمرت كمان ساعة. هلأ بشيل النايلو، عندي هوني بالكاسة ملعقتين طعام حليب فاتر ونص ملعقة صغيرة نسكافيه. بدها نوجه العجينة بهيدا الشكل. هذا النسكافيه بيعطي لون كتير كتير حلو ورائع للعجينة. أكيد عم حمل الفرن على درجة 200 من الأعلى والأسفل. طريقة كتير كتير رائعة وحلوة وإن شاء الله بتنال إعجابكن. هذا عملتها فيديو سابق قبل هلأ، حشيتها شوكولا نوتيلا. هلأ عم بعملها بجبنة مازوريلا، ممكن أنتوا تحطوا أي نوع جبنة متوفر عندكن، ما في أي مشكلة. برشي بسيط، هلا بحطها بالفرن. هيدا البريوش بعد ما طلع من الفرن طلع عنا هيدا الشكل الرائع. هلا بدي احطها بالصحن. سخن كتير عشان هيك بدي احاول قد ما فيني احطها على رواق. كمان برجع بحطها بصحن تاني. هيدا شكل النهائي، هيدا البريوش اللي عملته انا وياكم بالجبنة. بتمنى اللي بيحضر الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.